باريس، ما هي أبرز الموضوعات على أجندة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني بزعامة مارين لوبان خلال الانتخابات الأوروبية المقبلة في يونيو، وكيف تبدو حتى الآن شعبية هذا التيار؟ شكرا لاستضافتي. نطاق الأولويات، يجب أن نفهم ما هو الحزب الذي نتحدث عنه. هناك عديد النقاط متعلقة بالأمن والهجرة، هناك مخاوف كبيرة تأتي على قمة الصعوبات الاجتماعية، كل ما يتعلق بالأمن والهجرة. الأمر واضح أن العمل الذي يحدث من روسيا في فرنسا يحاولون التأثير على السياسات، هذا لعب دورا كبيرا. تلك هي المشكلتان المهمتان. المشكلة المهمة في فرنسا اليوم، أخذنا في الاعتبار أنهم اكتسبوا عديدا أو كثيرا من الشرعية في البرلمان، وهذا أظهر أنهم يمكنهم التصرف كحزب طبيعي.